السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبين دولة الرئيس سعد رفيق الحريري ومناصرين دولة الرئيس سعد الحريري، مرحبا بكم. اليوم بدي احكي وقول الى الذين ينتظرون سقوط دولة الرئيس سعد رفيق الحريري، انا بقول لهم وقوفوا اطول من اعماركم. هيدي واحد. اثنين، الى الصحف الاخبار التي تنشر خبر كاذبا عن دولة الرئيس سعد الحريري وبيقولوا انه والله الشيخ سعد باع اسهم السبيدات، انه والله الشيخ سعد ما بده يخوض الانتخابات النيابية، انه والله الشيخ سعد ما بده يرجع على لبنان. كفاكم كذبا، كفاكم اخبار كاذبة. نحن جمهور طيار المستقبل وجمهور سعد رفيق الحريري ما راح نصدق اي خبر يطلع على التلفزيون او بيطلع بالصحف اللبنانية. نحن بنصدق الخبر الذي يطلع من وين؟ من مكتب الرئيس سعد رفيق الحريري حفظه الله لنا ورعاه. نحن لن نصدق اي كلام يطلع عن الصحف الإخبارية في لبنان أو عن أي إذاعة أخبار في لبنان، نحن ما راح نصدقكم نهائيا. وبدي أقول وأحكي كمان، بدي بشوفكم شارع حلوة. الرئيس سعد الحريري راجع لبنان، والرئيس سعد الحريري لم يبيع أسهمه في لبنان، والرئيس سعد الحريري رح يخوض الانتخابات النيابية بعكاظ وفي طرابلس وفي في بيروت وفي كل المناطق اللبنانية. فكفاكم كذب بالأخبار، تنشروا أخبار طالعة ونازلة عن دولة الرئيس. يا خي إذا مقهورين من دولة الرئيس يا خي فلوا من لبنان. دولة الرئيس باقي بلبنان بين محبينه بين جمهوره، ما فيك تلغوا دولة الرئيس. سعد رفيق الحريري غير قابل للكسر، هموها بقى. وبختم بقول الله يحمي دولة الرئيس سعد رفيق الحريري، الله يحفظك يا ابو حسام، نحن بانتظارك ابو حسام، نحن جمهورك ومحبينك ومناصرينك، بنقول لك اشتقنا لك كثير كثير كثير. حفظك الله يا ابو حسام ورعاك. الرئيس سعد الحريري غير قابل للكسر، وهيدي قلناها مره واثنين وثلاثه واربعه، وما انتم عم تفهموا كلامنا. سعد الحريري ما فيكم تغرب لبنان، سعد الحريري مستحيل تغرب لبنان، لانه عنده محبينه ومناصرينه وبس. عشتهم عشره.